في خندق حفر بالقرب من مدينة أدفييفكا غير البعيدة عن دونيتسك، المعقل الواقع في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. يستأنس جنود أوكرانيون بالقطط كما بالكلاب الشاردة التي قد تنبههم كذلك إلى الأخطار الداهمة. مثل كل كلب لديها سمع جيد، نشعر بأمان أكبر عندما نصطحبها معنا في دورية الحراسة أو نصطحبنا حيوانا آخر. إذا اقترب العدو تبدأ بالنباح والزمجرة، الوضع أكثر أمنا وهدوءا معها. تتواجه القوات الأوكرانية منذ العام 2014 مع انفصاليين يسيطرون حاليا على مساحات كاملة من الأراضي في الشرق في حرب خلفت أكثر من 13,000 قتيل. وحشدت روسيا التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها العراب العسكري والمالي للانفصاليين عشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو رغم نفي روسيا لذلك. كانت الكلبة تحذرنا قبل التعرض للقصف أو مع بدايته. قبل 5 إلى 10 دقائق كانت تختبئ في ملجأ، وفهمنا أن القصف كان وشيكا. وهربا من القتال في الشرق على مدى السنوات الثماني الماضية، تخلى مدنيون كثر عن حيواناتهم الأليفة التي تكاثرت بشكل جماعي، وقد انتهى بها الأمر في كثير من الأحيان إلى إيجاد ملاذ لدى العسكريين في هذه المنطقة المدمرة. عندما تعود بعد نوبة الخدمة تستلقي تشيرنوخا على بطنك كأنها تقول اترك هاتفك وداعبني بدلا من ذلك. هذه الحيوانات تؤدي دور المسكنات. وبعد تمضية أشهر معا في الخطوط الأمامية ينتهي الأمر ببعض الجنود بإحضار هذه الحيوانات إلى الديار.